السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الشرقية للمواشي في كل مكان. اخواني اليوم 3/4/2024 احنا متواجدين في سوريا في مزاد مشيرفة شمال الحسكة اليوم الاربعاء. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. عاد الله علينا وعليكم الصحة والسلام والأمان إن شاء الله تعالى. اللهم يتقبل صيامنا وقيامنا إن شاء الله تعالى. طبعا إخواني بالنسبة لسوق مشيرفة نعيدكم من هسه وما عاد نصور بعد العيد، لأنه حكم السبت راح نكون في سوق البقارة والاثنين راح يكون وقفة أو يكون قبل العيد ويكون يعني ما احنا جايين على مشيرفة. فبعد العيد تصوير سوق مشيرفة إن شاء الله تعالى. خليكم معنا وتابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. وإذا كنت أول مرة شاهد قناتي فأضغط على زر الاشتراك وزر الجرس. هذا رجل دلال العم دحام أبو أحمد. عمي دحام شلونك؟ عمي دحام هلا ميت هلا أبو غزالة، تحياتي. هلا بالغالي شلونك؟ كل عام وأنت بخير. أنت بخير الله يعود ما ظل علينا شيء إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله. الله يتقبل إن شاء الله من الجميع. اللهم آمين يا سيدي مرسيدس. نعم مليون ونص راجع لك. أذنا قراي إسخالات جذعات أذنا. هاي أخوي شو قد جذعات؟ مليون و400 قلت له 15 يقول لك سيلفا الساعه 3 ملايين والباقي بعد 5. نعم مليون و400 دفع ده كامل نقدي. اريد نقدي تبع الشيء كمان. لا لا اريد نقدي زي ما هو مدفوع. مليون و400 سخل. لا لا صار مليون 500 مو بعت من الجبرين. لا ما بيع مو نقدي ما بيع. لا نقدي يا اخي شنو هذا؟ قالوا بالمرقد مساء اجار سيارته 300 الف يا اخي. ايوه الله وكيلك اذا بدي يعني احط اجار سيارات عليه شنو؟ كم عدد يا اخي؟ كم احنا؟ ثمانية. ثمانية بص والله زين سعر المريع فصل 75 مليون ونص حير زين حقه 10 مليون. هذا انا مشروع طيب ما شاء الله يتواجد من السوق كثير. اصغر الفطايم صارت مليون و700. ايوه دقيقة مليون و700 فطايم. فطايم ما شاء الله عليها مليون و700 سوري تبارك الله. دقيقة خوش تخلط والله خلاص صار زين يعني اقل من 100 دولار اسخلات. ها صار 16 و300 وريهم 500. الخرفان ايش قد؟ شنو اخوي 7.5 اخوي فطايم. ايش قد الخرفان ابو احمد؟ مليونين و400 طلبنا مليونين ونص. مليونين و400 والطلب مليونين ونص. نعم مليونين و850 الدفع مليونين و850 والطلب 3 مو؟ ايه الخرفان الاربعة والفطايم صارت ايه؟ مليون ونص. والفطايم هاي مليون ونص ما شاء الله. والحولي صار 16 و300. يلا نروح على الحولي. حولي 16 مليون 16 و300 صلاة على محمد. 16 ونص والطلب 16 ونص. حولي منو قال 16 ونص؟ ما شاء الله بسم الله. حقه لي بكره وما يقبل هذا يريد نغدزه. عندك مو عندك؟ عندي البلا عندي يعني. لا لا قصدي المساري. بلا عندي بعد بكره بلا شغل ما اعرف. انت حر انت حر ما لنا شغل. احنا احنا ما لنا شغل. احنا علينا نصور بس ما لنا شغل. المريع صار هذا مريع مكفول على حجي رعي وجاعد صار ب 6 و 8. كفاله قعود. نعم صار ب 6 وتريد بشقد؟ 8. شنو سنه؟ والله قحم 6 تقريبا. زين ماشي حالك. ميت هلا ابو غزاله. الله يحفظك يا ابو احمد تحياتي لك. كل عام وانت بخير مره ثانيه. وانت بخير للكل ان شاء الله. يلا حيكم الله ان شاء الله. هذا رجل دلال عمي حاتم ابو ابراهيم. شوف السوق والوضع عنده ابراهيم. تحيات ابراهيم شلونك؟ شلونك عم ابو ذياب؟ حياك يا ابو. شلون الصحه؟ شلونك ابو غزال؟ الله راسي ابو ابراهيم الله يفرج. شلون السوق عم ابراهيم؟ والله السوق خلخاروف ماشي الجديدات اللحم اما في ركود شويه السوق. عيد السوق عيد. ها؟ عيد عيد يا اخي. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بالف خير عاد عليكم الصحه والعافيه. احنا بالنسبه لنا بالنسبه للتصوير ما عاد نجيكم بعد العيد. يا سيدي بعد العيد. العيد تواصل معك. لانه السبت بدنا نكون بسوق ال والله انت حسسنا بالعيد من البارحه حاضر كراميل والشغلات. لا لا جاي ان شاء الله للطيب ان شاء الله جاي ان شاء الله. ان شاء الله تمام. شنو عندك سوى مسوي فيه؟ شنو عندك؟ والله عندي هالفطايم بس 20 على مليونين ما شاء الله عليه. والطلب عمي حاتم؟ والله الطلب عليه 22. الطلب مليونين و200. الصلاة على محمد. طيب وبعدين صار 5 ملايين 5 ملايين الدواب. الغنم 5 ملايين 5 ملايين. ايوه خرفان وراهن مو؟ خرفان وراهن وردناها انا دواب تعرف انت مو من كبار يعني 5 ملايين 5 ونص فصل الطلب 5 ونص. اي نعم والوقت يشوف هذا 32 يعني 3 ملايين و200 خرفان 3 و200 19 خراف ما شاء الله. طيب هذان 18 مليون و800 فطايم طبعا. الوحده مليون و800 تمام ابراهيم تحياتي لك. كل عام بخير والشباب الهين والغالي. على راسي يا ابراهيم. على جد عمي مسعود ابو صلاح تحياتي ابو صلاح تحياتي. تحياتي كل عام بخير. خلصت بالف خير خلصين خير ما عاد يجيكم بعد العيد جاي مثل اليوم
الاربعاء جاي متخلصين احنا. ايه بس اجيكم النوب نفطر. ايه ايه ان شاء الله. نفطر عندهم. شنو اشباشها يا عمي بصرا؟ طلبت عليه 10 صار 8:30 اوت البارح. ويك يا معلم؟ 9 صار. 9 ملايين يوم الاثنين. يوم الاثنين صار واليوم ما انسى. قحم مو؟ السنة اول مرة. اول سنة قحم. ايه. والطلب 10 ملايين فحل طيب ما شاء الله. طيب شوف الفحولة شوف. ارتفعت درجات الحرارة لازم الغنم تحني. ايه. ما شاء الله. هذا؟ طلبت 10 ما انسى. ثني كل عشرات كل ما انسى. ايه. بس هذا انسى. ايوه 10 10 ما انسى. هذا بيش هذا الدرويش؟ ايوه. تقول مو تقول سام؟ 9 صار 7:30 7:30 والطلب 9. طيب وين السوم عندك ابو صلاح؟ شوف شنو عندك. عندك صلاتين بعد. وينها؟ هاي صارت 3 ملايين. هاي 3 ملايين. السامة 3 ملايين ما شاء الله عليه. طيب هاي الممغورة انباعت. خلا 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 خلا. خلا بصلاح. خلا على ابو جمال ايه 3 ملايين و100 125 3 ملايين و125 اهم شيء النقدي يا اخوي. اي نعم النقدي. اهم شيء النقدي يبل. الدين صار مو زين. لا بلا الدين مو زين. بس على كل دلالين لا حد يبيع بالدين. اي والله. يعلق والله بالدين. ايه. عمي بطوح. انا ابو غزال الله حيه. يلا حيك عمي بطوح. على ابو غزال شلون عمرك طوح؟ شلونك؟ اخبارك؟ شلون صحتك؟ شلون السوق شو اخبارك؟ الله ماشي حاله. ليش اذنك؟ صار 5300 جوز. 5300 جوز خرفان. ايه خرفان 5 ملايين و300 جوز. ايه طيب اذن الفطايم؟ طيب صار 16 مليون و600 الفطيمه. ايه طيب شنو عندك عم يبطوح النور؟ عندي هاي 16 مليون و600 ما شاء الله. طيب هاي نعجل جبل. هاي الجبل تابع هاي اي صفحه؟ الشرقيه للمواشي. الشرقيه للمواشي نعملها فلو يعني. ايه هاي ايش قد هاي؟ هاي الجبل مليونين و700 مليونين 700 الجبل. الجبل مليونين و700 صورنا يا عمي ابو نزار ونعم شيفه. يلا حيكم يوم الاربعاء ثلاثة نيسان. الحمد لله والله حركه خروف طيبه حركه فطيمه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله اجي عليها طلب خفيف باذن الله. طلب على اللحم نعم. دلال عم ابو خرشيد عنده الخروف الطيب. بيش ابو خرشيد هذا؟ والله هذا اريده بخمسة ونص. 5 ملايين و500 ما شاء الله عليه. خروف طيب فحل زين. الصلاه على محمد. 5 ملايين و500 هو نص حرشي وراعي ونص حرشي. لا والله راعي والله راعي وحرشي نظامي والله اساسي اساسي. اي والله لازمتك. اي والله ونعم منه والله. يلا ما شاء الله عليه خروف طيب. الصلاه على محمد. طيب اذن نعم هالقرقر هذا يجعل يسوون ربيع. ايه كشتي ها؟ ابو خرشيد هذنا الخرفان؟ هذنا خرفان الاخ علي ونعم العلاوي والله قلنا له ب 28 قاعد اطيبيه 25. اقول له السوق مو كويس تعبان كثر الضمير يقول لا السوق كويس. والله يا اخي عين الله 25 الدفع والطلب 27 مليون و700 ما شاء الله. وهالحاجه وينها؟ وين راحت ام الفطيمه؟ صارت 52 اي بالكردي لجون ما جبت مليون زين. اي نعم. السيو بيس اشتري شيء ورم. وبير شيء ويتدخل خير هاي بين ابو عبد والسيو نبا مداي. الله يبارك. الله يبارك. مليون وبينس. مليون وبينس. ايوه ترجم لي انا والله ما اعرف. ايوه انجليزي. حد مليون و500. يمكن تحجون علي الساعة. والله اللي يحكي عليك تطور خالص. على راسي تطور خالص. 3 ملايين و500. 3 ملايين. باع تم البيع؟ تم البيع. الله يرزق يا رب. 3 ملايين و500 سوري تم البيع ما شاء الله. هاي ست خرفان الدفع مليونين و800 ما شاء الله عليه والطلب 3 ملايين. اي بالله خوش طليان. اي بالله الصلاه على محمد. خرفان طيبه ما شاء الله. يا روديني خرف ما شاء الله عليها شيله طيبه اللهم صل على النبي. وين وصلت خالي؟ 38 3 ملايين و200 لا 800 3 ملايين و800 ما شاء الله عليك عمي مروان مو؟ اي نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. 3 ملايين و800 الصلاة على محمد. ثلاث ملايين وثمانمية ما باع صاحبه ما شاء الله. أما الشيء لطيب الصلاة على سيدنا محمد ما شاء الله تبارك الله. يا أبو يريد نقدي وهنا الدفع كله بعد العيد يعني ما شاء الله عليها الصلاة على محمد شيلة طيبة ما شاء الله. بنات خنم واحدة ما شاء الله. هذه يوم عليها سوم بين الدلال وعمي مروان والصاحب الحلال طبعا يشوفون بالمساري نشوفهم وين يوصلون ونخبركم ان شاء الله ما شاء الله عليه ما نعرف كم واحد بركة الله ما شاء الله عليه خرفان طيبة شيلة طيبة اللهم صل على سيدنا.
تبارك الله. بنات قلم واحدة 3800. أبو محمد حبيبي الصلاة عليك. ما شاء الله تبارك الله. لا 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 38 الفهم وتوكلنا على الله شديد. جاي يدفع 38 3,800,000. الصلاة على محمد. والله ما نو علينا ما عندنا غير صلاة. بس خروف طيب طيب خشن خشن بالحيط. والله ما عندنا يقول له ربع ما ما جاب له. لا كاسر ولا شيء. يبيع بالكيلو زيت يبيع بالكيلو زيت خمسة. زاد ورد. حياك الله. أبو غزالة شلونك أبو غزالة؟ 100 هلا 100 هلا. ما عرفت ليمو؟ لا والله عمي مروان وين وصلتوه؟ على 38 38 يا سيدي الله يرزق يا رب. 38 3,800,000 ما اتفقوا. هاي شيرة خرفان عبد الدلال عمي حجي سوار. ايش قد ابو ايش قد صار الامور؟ 4,500,000 تم البيع. ما شاء الله تبارك الله. اول نزلت والله مصلي على النبي. ما شاء الله تبارك الله. 4,500,000 سوري. ما شاء الله تبارك الله. 4.5 سوري. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله. هذا رجل الدلال عمي عطية أبو علي. سلامات عمي أبو علي. هلا والله. شلونك؟ حياك. شلون سوقكم اليوم إن شاء الله زين؟ والله لسه عادين يصبون. إن شاء الله زين. إن شاء الله. والعيد تقول السوق بعقلي عيد. بعقلي معيد. هو معيد من كل الجهات. إن شاء الله. طيب إذا قراقير شنو وضعها؟ والله قراقير فطايمة السنة مخصوصات. فطايمة السنة لنا؟ إيه فطايمة السنة مخصوصات. بس كبار صفريات. إيه كبار صفريات. شقد؟ صار 1,800,000. 1,800,000 سوري. والطلب عمي يعطيه؟ والله الطلب واحد مش. 2,100,000 جاوز 2,200,000 مليونين نبيعها ما شاء الله. فطايم السنة لنا بس لكن قاصين ما شاء الله. طيب هاي ايش وضع هاي؟ هذا الندوة طلبنا عليهن انا 4, 35, 36, 37 نبيع. لجب ولا لحم؟ لا والله لحم. ما صار نمشي؟ ما صار. الطلب على 3.5 البيع. دواب لحم. هذه ثلاث خرفان ثلاث فطايم صاير 38 3,800,000. ثلاث خرفان وراهن وثلاث فطايم ما شاء الله تبارك الله. 38 3,800,000 ما شاء الله تبارك الله. طيب الخروف عمي ابو علي؟ والله هذا شغل واحد 20 جنيه. ايوه على 1,100,000 1,200,000 هذا بيعه. 24 2,400,000 طبعا ما صار لكن الطلب ايه. تمام عمي ابو علي الله يجزاك خير. 3,000,000 عند الدلال. 3,000,000 يا جبار يا وحيد. لنا حمر ذاك. لنا حمر وجاي 1, 2, 3, 4, 5, 6 على منو 1 و3؟ الحمر هذا على ابو الفوز. والله ما شاء الله تبارك الله. قلت والله فوز. طبعا طيبات ما شاء الله. صارت 3,000,000 سوري الراس الواحد. السار يعني سعدني. ما شاء الله. 3,000,000 يا شباب. 3,000,000 عادي يا اخي ما زالك موجود استسمح هناك ما عليك. هذاك اثنين يا مشتريا. 3,000,000 يا شباب. ايش تطلب علينا ابو ايمن؟ والله اريد من الله 33 وجاي تقول 30 تليلين هل 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 وجدان. 3,300,000 الطلب ما شاء الله والدفع 3,000,000 3,000,000 وجدان ما شاء الله.